حول هذا الموضوع للحديث أكثر ينضم إلينا المهندس محمد طالب رئيس البلدية في مدينة الصوران من شمال حلب. أهلا وسهلا بكم معنا أستاذ محمد. بداية، ما أهمية هذا البئر بالنسبة للمنطقة، ومتى من المقرر أن يدخل حيز الخدمة أستاذ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، تمتلك مدينة الصوران 4 آبار غير هذا البئر، جوفية تعمل بالمياه الجوفية بسبب التوسع العمراني الكبير وزيادة السكانية الكبيرة في الأونة الأخيرة، وكذلك عدد النازحين الوافدين إلى صوران، فإن مدينة صوران تحتاج إلى آبار جديدة. لذلك تم التعاون مع منظمة الهلال الأزرق على حفر هذا البئر، مشكورة طبعا، والحمد لله رزقنا الله وأعطانا ما أراد، كمية من المياه تتجاوز 40 متر مكعب بالساعة لهذا البئر. هل هناك إحصائية وحصيلة بعدد السكان الذين سيستفيدون إذن من هذه البئر بشكل عام أستاذ محمد؟ نعم، سيتم تخصيص هذا البئر للحي الغربي فقط من مدينة صوران، الذي يبلغ عدد سكان أو يتجاوز عدد سكانه حدود 7000 نسمة. بالنسبة لآلية العمل وأيضا ما يتعلق بنظام الجباية، هل هناك نظام جباية بصوران، و كم من المفترض أن تبلغ القيمة المالية الشهرية أستاذ محمد؟ صوران، مدينة صوران تقوم بتوزيع مياه الشرب على جميع المواطنين بالمجان، مجانا تماما بدون أي فواتير حتى الآن، يعني حتى هذا اللقاء. نعم، إذن هل هناك نية وتخطيط لرسوم وجباية على المياه هناك؟ نعم، هناك مشروع حاليا يتم إعداده، نقوم بإعداد هذا المشروع ودراسته من أجل طرح استثمار هذه الآبار من أجل دفع الجباية ولو رمزية، من أجل متابعة صيانة وحفر الآبار وتوسيع الشبكة في مدينة صوران. إذا ما أردنا أن نتحدث بالأساس اليوم حول المياه بشكل عام، هل هي متوفرة بشكل جيد في المنطقة أستاذ محمد؟ تعاني صوران من شح المياه، يوجد فيها مياه آبارها الحمد لله جيدة، لكن هذه الآبار لا تكفي رغم أنها تعمل بالطاقة القصوى، يعني نحن آبارنا يعني تعمل في اليوم الواحد 18 ساعة، ولكن عدد السكان كبير وفصل الصيف قادم، وأنتم تعلمون بأن في فصل الصيف يتم استهلاك الماء بشكل زائد، لذلك تم العمل مع هذه المنظمة من أجل إدخال هذا البئر خلال أقرب وقت على منظومة المياه أو شبكة المياه العامة، من أجل سد ثغرة الثغرة الموجودة في الحسابات المائية. إذن هل هذه هي الصعوبات الوحيدة اليوم التي تواجه الأهالي في المنطقة فيما يتعلق بخدمات المياه أستاذ محمد؟ لا، تواجه كثير من الصعوبات في المنطقة، يعني حاليا نحن نحتاج إلى إعادة صيانة البنية التحتية بشكل كامل، لكن نحاول بأقصى ما يمكن من طاقتنا أن نقدم الخدمات الضرورية جدا للمواطنين، وأهم هذه الخدمات التي نقدمها هي المياه. نعم، إذن على صعيد جهودكم المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات وأيضا حل الإشكاليات والصعوبات، هل هناك أعمال أخرى باستثناء الأعمال التي أشرت إليها يجري العمل عليها ومن ثم البدء فيها ودخولها حيز الخدمة في المنطقة والبلدية أستاذ محمد؟ نعم، يوجد حاليا دراسة لمشاريع الصرف الصحي ودراسة لتوسيع شبكة المياه بطول تقريبا دراسة صرف صحي بحدود 4 كيلومتر وشبكة المياه بحدود 3 كيلومترات من أجل إيصال مياه الشرب للجميع، وكذلك دراسة لبعض الطرقات ضمن مدينة صوران من أجل تجهيزها قبل فصل الشتاء. نعم أستاذ محمد، في كل هذه الأعمال هل هناك تعاون وتنسيق بينكم وبين الجهات المحلية الأخرى المتعلقة بالحكومة أو حتى المنظمات المحلية والدولية التي تعنى بموضوع الخدمات والبنية التحتية عموما؟ لذلك هنا سأطرح موضوع أنا طرحته الحكومة المؤقتة، وهي استعدادها لبناء مشهد جامعي كبير في المنطقة، نسأل الله أن يتم هذا المشروع، هذا يعني خدمات كبيرة جدا للمنطقة من الناحية الصحية، طبعا المشفى الجامعي من أجل أيضا دراسة الطلاب الذين يدرسون كلية الطب، حاليا هو في طور الدراسة
وفي طور التجهيز، لكن لا نعلم ماذا يحدث في الأيام القادمة. كل التوفيق نرجو لكم إذن في كل هذه الأعمال التي تقومون بها. المهندس محمد طالب رئيس البلدية في مدينة صوران من شمال حلب، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا.